حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نصيحة اليوم حول الغذاء والصيام. الحقيقة ينبغي أن نعلم معلومة مهمة جدا معظمنا غافل عنها، وهي التأثير المدمر للطعام المصنع على الحالة النفسية للإنسان. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. هل أنت مؤمن؟ إذن أنت معني بهذا الخطاب، الخطاب للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما معنى طيبات ما رزقناكم أيها الأحبة؟ الطيبات هي كل طعام طبيعي أحله الله لنا، يعني لحم الخنزير ليس من الطيبات، الخمر ليس من الطيبات، إنما كل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم التي أحلها الله سبحانه وتعالى هي من الطيبات. طيب، ماذا يحدث إذا أكلنا من الطيبات؟ أولا ستتحسن حالتنا النفسية. أنا لدي هنا أيها الأحبة دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة كلية لندن، وجدوا علاقة مؤكدة بين الاكتئاب وبين تناول الوجبات السريعة أو الأغذية المصنعة والسكريات بخاصة. فالذين يتناولون كمية أكبر من الخضروات، الفواكه، الأسماك، هم أقل عرضة للاكتئاب. يعني أخي الحبيب، إذا كان مزاجك سيء اليوم، كل قليلا من الخضروات، لا تأخذ مشروبات غازية، لا تأكل هذا السكر أو المشروبات المحلاة صناعيا، السكر الصناعي، حبة فاكهة، تفاحة مثلا، حبة تمر، تعدل لك هذا المزاج الغاضب أو السيء. قامت بدراسة عجيبة أيها الأحبة، أنها قسمت مجموعة من الناس إلى فئتين. انتبهوا أحبتي في الله، الفئة الأولى كان غذاؤهم يعتمد على الخضار، فواكه، أسماك، طبعا بالإضافة لزيت الزيتون. الفئة الثانية كان غذاؤها مصنع، همبرجر، أطعمة محتوية على نسبة عالية من الدهون. الحقيقة كانت النتيجة مفاجئة، أن الأشخاص الذين تناولوا الغذاء الطبيعي، الخضر والفواكه، زيت الزيتون، التمر، هذه الأغذية التي اعتبرها القرآن من الطيبات، كانوا أقل بنسبة الإصابة بالاكتئاب بشكل كبير جدا، يعني عمليا لم يصابوا بالاكتئاب، مزاجهم كان أفضل. يقول العلماء، هناك بحث توصل من خلاله العلماء إلى أن الذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا بما يسمى دول الحوض البحر المتوسط وفيه زيت الزيتون والخضر والفاكهة، يصابون بالاكتئاب بدرجة أقل. وهناك أبحاث عديدة تربط بين يعني الاكتئاب أو المزاج السيء وبين الغذاء. طبعا الدراسة تقول كانت نسبة الإصابة بالاكتئاب في أوساط الذين تناولوا كمية كبيرة من الأغذية المصنعة تزيد بمقدار 58%، يعني أكثر من الضعف، عن الذين تناولوا الخضروات والفاكهة وبعض الأسماك. إذن أخي الحبيب، نصيحتي لك اليوم: لا تستهتر بتأثير الطعام على الحالة النفسية. يجب، وأنت تأكل حبة التمر، يجب أن تدرك أن هذه لها أثر طيب على النظام النفسي لجسدك. وأنت تأخذ حبة الفاكهة، ينبغي أن تفكر أن هذه الحبة من الفاكهة أو هذه القطعة من الخضار
لها أثر طيب على حالتك النفسية وتخليصك من الغضب والمزاج السيء والانفعالات النفسية. هناك كثير من الناس يدعي أن لديه ضغط عصبي ولا يستطيع أن يتخلص منه، يقول لك أنا الله خلقني هكذا. نقول له هذا الكلام غير صحيح. الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ويقول في آية أخرى سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فقد خلقك الله أيها الإنسان في أفضل وأحسن تقويم وأفضل نظام. لا تقل الله خلقني أنفعل وأغضب وأشتم، وبخاصة الصائم للأسف، يعني الصيام أيها الأحبة يهدئ الحالة النفسية، يخفف الاكتئاب، معروف هذا أيها الأحبة. فأنت عندما تصوم يجب أن تختار الغذاء المناسب، وبخاصة وجبة الإفطار أن يكون فيها التمر، فيها بعض الخضار، الفاكهة البسيطة، الغذاء الطبيعي، الخبز الكامل، ليس الدقيق الأبيض بل الكامل، أو الخبز الأسمر أو النخالة، هذا أكثر فائدة بكثير أيها الأحبة. هذه الأطعمة الطبيعية تجعلك أقل انفعالا نفسيا، تخفف الانفعالات النفسية. لذلك أيها الأحبة يعني عندما نقرأ هذه الآية فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حبايبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.